السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمحوا لي الدراري اللي تعطلت عليكم وسمحوا لي بزاف، لأن طراو مشاكل وهاد المشاكل غنعاودها لكم. عرفتي علاش؟ لأن قلت لكم ديما في هاد القناة، فأنا ملي تنجلس وتنهضر راه ما تنهضرش بستيلو ولا بورقة، تنهضر معكم من قلبي، لأن هادشي اللي تنقول لكم غيطرى لأي مسجون، وأي واحد بغى يندمج غيطرى ليه هادشي. إلا بغيتي ما يطرى لكش هادشي خرج برا سير الحبس باش ما يطرى لك والو هادشي اللي نعاود. المهم سمحوا لي راه مريض بالرواح، نقول لكم الله يشافي اي واحد من الرواح والله يشافي اي واحد من المرض والله يكفينا الشر السواقف. المهم تحياتي لي فان، تحياتي للدراري اللي تيبغيوني، تحياتي للدراري اللي قالوا لي طلتي وما درتي والو، وتحيه للخوت كامل اللي تيعاونوني وتيبغيو يدمجوني، تحياتي لخويا عبد العالي التعني، تحياتي الامينه بنت ابراهيم من الناس ديال الناظور وحرامو، تحياتي بزاف لواحد السيد الله ما نكذب عليكم هو اللي دار معايا هاد اليامات هاد اليامات مزيان باش درت سيرتافيكا ودرت. المهم تنوجه التحيه ديالي لخويا الكيندي، خويا الكيندي تنوجه ليه التحيه رضا الكيندي وتنوجه لحرامو حتى هي مراته الله يعمرها دار، وتحياتي للخوت كاملين. والان غنبداو القصه، وتحياتي لاي واحد يحبنا وتيبغينا من القلب للقلب. المهم بداو الحكايه ديالنا، ما عليناش، هادي راه بنت لي حكايه، هذا راه واقع، انا قلت حكايه راه واقع مر من الانسان تيبغي يدمج راسو تيخرجوا ليه عباد الله. المهم خلفت عقلت نهار قلت لكم راه واحد اليوم ما بنتكم مشي تقباض دابت مع هذا، هذا اللي بغى يضربني طار ليه سمعوا، هذاك اللي بغى يضربني طار ليه سمعوا، والاخر طرا لي مشكل الدري الاخر راه يسمح لي انا نقدر نكون نتناقش مع هذيك المناقشه، حيت خصك تقول الصراحه وبقيت داكشي طرا مشكل ولينا عند الوكيل دار تنازل بان راه ما كاين، هو خويا كبر معايا من الصغر، وتحياتي لخويا حازم نبيل وتحياتي للاداره العامه. ما عليناش سالا داكشي، خرجت حالي خرجني سعادة وكيل الملك، وتنوجه التحيه لرجال الامن الوطني، وتنوجه التحيه للمدير ماشي للنواب، تنوجه للوكيل العام اللي كاين حدا بريستيج المحكمه، داك والله ما درتي شي حاجه ما يديك للحبس، تتبقى تما حتى تيقول البوليس جيبوا لي القرار ديال هذا بان داير عنده الضحيه ولا عنده هادي ولا عنده هادي، عاد تمشي للحبس. ما داير والو سال داركم ما ولدي ومعزز مكرم، وما بقاش داك الشيء الكاميرات كاينين تبغي ديرها ولا ها ولا تعطي، ما كاين والو ما بقاش، راه مبدع شي بوا شنو كل شيء الحق حق، حنا عندنا الدوله ديالنا دوره الحق، ما تقولش هادشي انا باش نقول واه تيشكر تارك عايش بلا ما اختك تخرج تجي للدار، امك تخرج تجي للدار، كاين بعد العباد ما مالك خدام الراس راكم عارفين والاخرين راك عارف راه. المهم ما عليناش، المهم خرج من داك المشكل صافي هانيه ما كاين والو، شيخكم تكلم شنو طرا ليه، شو جيت تفاجئ بان واحد ثلاثه الناس بلا داعي لذكر الاسماء داروا الالتهامات، خوك نعس دارو مع ثلاثة الليل حتى تضربوا الباب بالسيوفة، تتحل لهم الباب دابا الله انا زربت كدا صدقت مع الظلام تخبيت حتى جا واحد وانا نقيصو، هربوا هربوا كاملين حيت في دارنا هادشي، حيت الا ما درتي هكاك راه غادي تضرب وغيقتلوك هادوك، حيت هادوك عرفتي شنو هما راهم تيكدو على والو، خصهم يكونوا ثلاثة أربعة زعما يجي عندك شي واحد بوحديه، انا تنقول لكم صحيح مع واحد اخر، انا ما صحيحش انا غير واحد كبر شرف واش جرب راسك اخويا سمحوا لي على هاد الهضره. المهم ما عليناش انا تنهضر معكم وانا طالع لي الدم، سمحوا لي لي فان ديالي الله يخليكم، الا قلت شي هضره ما نخسرش الهضره، ولكن الا قلت شي هضره تحرقت دخلوا عليك لداركم كدا هادي هادي، تندور لك 19 يقولوا لي البوليس جايين، 19 البوليس جايين ما جاوش البوليس، ولكن ماشي منهم هما راك عارف انا ما تن المهم ما علينا، الدار تيضربو دابا شنو دارو منين هربو، باش يهربو سديت الباب ومشاو بحالاتهم، انا شنو ما بغيتش نخرج قول لي علاش، ما بغيتش نعاود نمشي للمحكمه، ما بغيتش نعاود نمشي للحبس، حيت الا خرج غطرا شي حاجه خايبه، يا اما انا غنموت يا اما هما يموتوا، ما فيهاش ضرب وجع فيها موت، وتجيو ليا للدار وتبقى يسب وكذا. دابا بغيت نسول سؤال، عندكم جمع تحابوا واش عنصر، عندكم جمع الكريم راه اللي تسموا داكشي الحبس، هذاكشي الحبس كنا رجال مع الناس، كنا عناصر بالخير وكنا عناصر بالطيبوبه، وكان الا دخل علينا شي واحد على النفقه ولا كذا كنا ما عرفناش الحبس نعاملوا معامله النفقه، ولا دخل علينا شي واحد داير كسيده تنعاملوا معامله كسيده، ولا دخل علينا شي واحد حبس نعرفوا نهضروا معاه لغه الحبس، حنا ماشي تنبان لك بحال هكا تقول خاطير وكذا وهادي، لا حنا ولاد الناس، انا ولد با فارس
انا اصلي شلح با علمني ما نقدرش مع اللي كبر مني بهضره بمستوى، وعلمني الجيران ديالي نحترمهم. اقسم لكم بالله الى عمري زدت شي واحد راسي كبير، شي واحد راجل كبير ولا كدا ولا هادي ولا ها، وسولوا ولاد عمتي هما هنا كاينين، سولوا اي واحد. ياما التنبيه وتنشري، كنت انا بازال ورشي المراهقه، لا من ديك الايامات وانا راه ولاد عمتي يقولوا لي تنحترموا اي واحد، ولكن هما ما عليناش. كيجيو للدار، جاو المره الاولى والمره الثانيه ويجيو بالسيوفه وكدا يدوروا، كل بنادم دابا يجي مع عيب بوحدي، تيجي مع 10، المهم ما عليناش. ولكن شنو درت انا؟ انا مشيت للقانون، والقانون علاش مشيت ليه؟ وسمحوا لي الدوله، وسمح لي القانون، وسمح لي سيدنا، وسمحوا لي على ضرني نقول لكم، حيت انا تنخاف من الله، حيت ربي في القران كتب واحد النهار تنقرا، انا ما قريتش القران بزاف، هي تقول لك قال لي فخشوني ولا تخشوهم، راه ما يمكنش ليا هادي هادشي. راه تنهضر مع وكيل الملك، وتنهضر مع، حيت انا عارفكم حقانيين، راه جاو لي تيجي للدار وكدا، وهادي انا قلتها لكم، ودابا 4 ايام، دابا نقول لكم الا جا المره الجايه فلا تلوموني، ما تلومونيش. راه مشيت للكاتريام ودرت انا واحد الشويكيه، حيت علاش درت الشكايه؟ حيت انا واحد المؤخرة ضربوني عباد الله ومشاو مشكاو بيا، سقت انا غادي للمحكمه، حيت انا ماشي من النوع اللي تيضرب ظهرو ويقول لهم راه ضربني، البوليس ما تيعرفوش، البوليس ماشي منهم هما المشكل. ونسيت لكم واحد الحاجه، ولقيت المشكل مع الناس والبوليس، والله الا طلعوا رجال وتيحكموا بالحق، اقسم لكم بالله ما تنشكرهم، ولا ما عنديش معاهم، راه ضربوني ب 19 عام تحبس. ولكن وقت اللي تشوف شي حاجه، شي خدمه متقونه ديال البوليس ولا حيت البوليس ديال دابا، والله ما يبغيك اللي عاد دخلوا، قول علاش تيشوف عنده خو مقبوط ولا عنده شي، مهم ولد الشعب تيشوف واش درتي هادي اللي ما دوي بحال هذاك اللي قال لهم ضرب لي جوج صبعي، انت حقو عاد شافو ما كاين والو. المهم ما عليناش، تيجيو يديروا هادشي. دابا نسول لكم سؤال، دابا انا نهضر معاكم بالليل، غيجيو عندي حدا الدار، شنو بغيتو ندير؟ نعيط للبوليس؟ ما غيجيوش دغيا، نخليهم يبقاو يفرعوا لي الباب ديال الدار ياك؟ دابا انا قادر نخرج عندهم، وحق الله العلي العظيم، الله وحق الله ربي الا كذبت، ولكن خايف من القانون ها وحده، وماشي خايف من القانون، خايف بغيت نتدمج مع عباد الله، بغيت نعيش الحياه مع عباد الله في السيفيل، 19 عام الحبس، بغيت نعيش مع عباد الله ونفهم هذا. دابا عاد شويه وليت تنفهم عباد الله، هذا وهادي، كنفهم شحال من حاجه كانت غايبه ليا على عقلي. هادي راه تنقولها لكم في اتر النصيحه، سمعونا المساجد، راه انت تضرب الحبس بزاف الحبس، وتبقاو يحضروا عليك عباد الله، عرف بان رمي تبغي تخرج دير عقلك، سمحوا لي على هاد الهضره، لا نقول دابا ما كاين لا جيران لا والو، كاين بعض الجيران اللي تيخافوا من الله، الله يعمرها دار، اقسم بالله انا نقدر نقول لكم فيا جميع المساوئ، ولكن راه ما يمكنش ليا نسب شي واحد ولا في قلبي، لا انت نبرع حتى انا ندعي واحد الدعاء، الا عمرني بغيت لك شي واحد الحبس من صغري، ولا شي بنت حومتي ولا جيراني مكليهم شي بغض، شي غيظ ولا بغض، غيظ قلت لك بغض في قلبي، فتطلب الله يخلصني اليوم قبل غدا. واي واحد في الدنيا، حيت ربي قال لي ان اعلموا في قلوبكم خيرا نؤتيكم خيرا، وانا نجي نبغي لك شي حاجه خايبه، شنو بغي لي الله؟ اي بغي لي خيب منا، وهذاك السيد اللي بغيتي الخيبه يعطيه الخير. هذا الشيء اللي فهمته من ضربت 19 عام، كنت نمشي ديما للمكتب ونقرا هذوك، وجاب الله فهمت هذا الشيء هذا ودرته، حيت كاين اللي فهموا تيديروش. اسمع صاحبي، راه الله خلقنا باش نتضامنوا ونتكاملوا ونتازروا في الدنيا، غدا غتركب في هذيك ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. انا نصيحه، نقدر نكون انا ندخل الماتش فين، انا باغي الجنه وما نعرف نكون خايب عليك في السيام، ولكن تنصحك حيت باغي تدخل الجنه انت. اسمع، حنا ربي خلقنا على التضامن والتكامل والتآزر، التآزر في صله الرحيم، تضامن تتضامن مع عباد الله باش يربي لك كثر لك الرزق، التضامن والتآزر هادو كاملين تيدوك لواحد الطريق. شنو هي؟ والله ما تيجيك الكسر في ولادك، ما عمر ولا انت تبغي الخير لعباد الله، الولاد عباد الله، ربي ما عمره ما تضيع لك ولادك. اخويا المشجون
اسمع لي مثل ضرب الحبس بزاف تتخرج تتلف تتحب دم تدم تكون حومتك تتعرف الجيران ورجعوا جيران اخرين سكنوا جيران اخرين جيران اخرين تتخرج تتحموا الجيران قدا سلام وكدا وهادي وتجي تطلب منه طلب ولا يطلب لا تضرب الحبس بزاف تلقى الدنيا تبدلات وتلقى الجيران ما بقاوش هما دوك الجيران اللي تتعرف وتحيه لامي فضه وتحيه لاختي جميع بنت مرت بن بن الله وتحيه لامي الشيضميه وتحيه لامي فاطمه بنت مرت بالحاج متشرف وتحيه بزاف بزاف لهذوك القدام ديال بنات حومتي دوك ولاد الموات وما نساوش دار الصحراوي الناس طيبين كنا تندخلوا مرات ربي هذا الراجل جارتي ربي ولد الاخر والاخر تيربي ولد الاخر كيف كان يقلطني با فلان تصرفقني ودخلني للدار اللي درت شي حاجه خايبه دابا ما بقاش داكشي بقى كل واحد باغي يولد ويولي ما راني لا نقول لك واحد اقسم لك بالله ها وملكة الرحمن وحق الله وما تبغي الخير لعباد الله علاش تيدير لك واحد ربي تيدير لك واحد الدنك دنك قرا القران وتعرفوا واحد الدنك في قلبك راه عندك كلشي الدار سمع الدار والفلوس في البنك وي الطبقة الوسطى عندك واحد 40 مليون وبخير وكذا ولكن تيدير لك واحد الدنك في قلبك في قلبك والله ما ترتاح ما تجيك لا جوع تجيك الجوع ما فيك ما تاكل اسمع لي يا خويا اش نقول لك هذه نصيحتي لي في السيفيل اللي ما عمره ما مشى للحبس تضامن مع عباد الله وتآزر مع رسالة الرحيم مع خوتك اللي ما تتحملش ودير اللي بجهدك وديرها بقلب طيب وحسن وما ديرهاش بوز ما غادي ندير رسالة الرحيم بالعيال باش نغدو لا شوف والديك امك خايبه وين امك فهمتي وخفض لهم جناح الذل من الرحمه امي ما تسلم عليك قلت لها يديها حنا غلطنا هذيك اللي ما تصغر مع والدي يقول لك عقنا بها ورا امي راه الله يخليها لي وعارف شنو كاين وقل رب ارحمهم كما ربينا صغار ربكم اعلم بكم فان يعلم في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا علاش قال لكم فان يعلم حيت انت تسلم على امك ربي عايق بك في قلبك وتسميني سلمتي عليها بالكبر ولا سلمتي تسليمه حيت دخلتي اما لا تسلمتي عليها بنيه وبقلبك بحب فربي عارف راسك من اهل الجنه خويا الساجين هاد الحكايه اللي طار لي على جبت ليكم هاد اليامات تنو نهضر في الموضوع ده على جبت ليكم هاد المشاكل اللي طراو لي جوا عباد الله تخرجوا جاوا لي تيجيو لي بثلاثه بثلاثه تتحسبهم الجمره عنصر خطير في الرباط لا انا ولد الناس وتنفتخر براسي ولد الناس وتنفتخر براسي ولدتني تنفتخر براسي بانني تولدت مسلم وتنفتخر براسي عندي راسو سميتو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وتنفتخر براسي شرح وتنفتخر براسي حيت ولدني با فارس وتنفتخر براسي حيت ولدتني امي فاطمه وتنفتخر بخوتي كامل خويا حسن وياسين وابراهيم والسي محمد الله يرحمه وفتيحه ورشيده وخديجه والزهره تنفتخر بخوتي وتتمنى لجميع الديور يالف القلوب ديال خوتهم ويكونوا بخير في الدار ما احسن ذلك تحياتي لكم كاملين وتنصيك المشجون ما تضربش الحبس بزاف انا ضربت الحبس بزاف انا وليت في المشاكل هاو ما جوج مشاكل واحد بغى يضربني طال لي الصباح واحد كذا انا خرجت منهم وليت يجيو لك دابا كون ضربت شي واحد دابا استسمعوا كون خرجت داك الليل اللي ضربوا لي الباب وقتلت شي واحد شنو غيطرى ليا امشي للحبس انا يقول لك لا لا صافي ما شغلناش ما بقاش هاجمي متسرع الا انا خوتي باغي ندمج معاكم اللي نتوما باغي ندمج مع الناس السيفيل وانتوما اللي بعدا اكثر يمني والله ما نكذب عليكم في هذه وحق الله الا فرحت بزاف ملي درت هذه القناه وتنحس براسي بعلي تنخوي قلبي عليكم وتنخوي همي وعائله ما تنحسش براسي تنهضر وشاركوا مع اخوكم وتتعاونوني باش ندمج شتي الا درتي لك وشتي الاشهار وشتي كملتيه عربي انك راه تتعاوني بواحد الدرهم باش انا نشري تليفون اخر باش انا نخرج نلقى زيت البلديه وخبيزه اخوكم راه عايش بالضرب وحدي تنهضر معكم بصراحه هو اخوكم قاد براسو ما تخممش واخا هكا المهم تساعدوني على الفان ديالي ساعدوني وساعدوا ولاد حومتكم تحياتي لولاد الدوار جاب الله كاملين اسمح لي يا خويا حمزه على داك المشكل تحياتي لولاد الدوار جاب الله ولاد النوايل ولاد القريه ولاد المغرب ولاد الكركارات ولاد المغرب كاملين ولاد الصحراء المغربيه صحاب العيون صحاب كذا تحياتي للمغاربه كاملين تنتمنوا دعاء قبلوه مني كل واحد في الدنيا ولا في المغرب ولا في الدنيا كامله سي الله يعطيكم منويت بخاطركم ويبيض لكم سعدكم البنات هادو والرجال سي الله يقويك على دينك والله يقويك على الزمان
اللي فيه احنا دابا والسجناء تتمنى منكم السجناء بعد من الحبس وتتمنى ماشي السجناء السجناء قلت لكم بعدوا من الحبس فهمتوني هاتوا القضيه اخرى وتتمنى من الدراري من الدراري اسمع اسمع الدراري اللي باقي منين ما مشات الحبس وتيدير دابا شي حاجه خايبه تنقول لك اخويا عندك تمشي اخويا هذه المره عندك دير شي حاجه وتمشي تدمر حياتك شي دابا تخدم لها سيكوريتي ويجيب لك الله خدمه لا ان شكرتم لا ازيدنكم اجيب لك سيكوريتي ب 40000 ريال وشكرتي هذيك سيكوريتي وشكرتي ربي على ديك 40000 ريال يزيدك خدمه بمليون كاين واحد النوع تتعطيه درهم تيطلع ليه الدم لا الا كاين لا ان شكرنا لا لا ان شكرتم لا ازيدنكم ربي نهار تشكر النعمه الاولى تزيدك الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه او سمحوا لي وتحياتي لكل شيء لي فام اديب معاد خويا عدنان زهداني مروان الدراري اللي تعاونوني حمزه الدراري كاملين تحياتي لكم بزاف وديديكاس لخوتي كاملين وتحياتي وباش ننسى لي هذه الحلقه تنسى ليها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحتى الظالمين يا رب تغفر وخا ما كاينش القرآن يا رب تسمعني حتى الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنني أحبكم كثيرا لي فان ديالي ديروا أبوني بزاف وشاركوا معايا وديروا لايك الدراري ودخلوا لي الفيسبوك ديالي وديروا لي أبوني وعاونوني الدراري الله يرحم الوالدين باش دمجوني الله يحفظكم انا مزاوك اخوتي تحياتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.